رصد موقع الثورة نت تقريرا أسماه إيران ومشروع تقسيم اليمن من اليرقة إلى البلوغ. ففي يونيو 1994 حسين بدر الدين الحوثي يساند مشروع انفصال الجنوب. يوليو 2007 انطلاق الحراك الجنوبي كحركة احتجاجية ذات طابع حقوقي. إبريل 2010 قناة عدن لايف تطلق بثها من معقل حزب الله بلبنان بدعم إيراني. فبراير 2012 وثيقة للخارجية السعودية تؤكد دخول إيران خط الحراك الجنوبي. مارس 2012 وثيقة لسفارة السعودية بصنعاء تؤكد مناقشة إيران تسليح الحراك الجنوبي. مارس 2012 الوثيقة تؤكد أن الحراك وعد إيران بإلغاء اتفاقية الحدود مع المملكة. يونيو 2012 أوروبا تحذر من مخطط إيراني لإسقاط صنعاء وعدن بيد مسلحين. يوليو 2012 ضبط خلية تجسس إيرانية تنسق بين الحوثيين والحراك الجنوبي. يناير 2013 سفير أمريكا بصنعاء يتهم إيران بتبني تقسيم اليمن. يونيو 2013 إيران تطلب من الحراك تجنيد 6500 شاب لتحقيق الانفصال. أكتوبر 2013 الحكومة اليمنية توجه أول اتهام لإيران بدعم انفصال الجنوب. أكتوبر 2014 عيدروس الزبيدي يوقع على تجنيد 400 عنصر في لبنان. مارس 2015 علي سالم البيض يتوارى من الواجهة بعد انطلاق عاصفة الحزم. مايو 2017 عيدروس الزبيدي يتصدر المشهد ويعلن المجلس الانتقالي الجنوبي. أغسطس 2018 مراسلات بين الحوثي والانتقالي لحل خلافاتهم بعيدا عن التحالف. أغسطس 2019 المجلس الانتقالي يقود تمردا مسلحا ويسيطر على عدن.